انا يوسف حسن، رابعة طبية هندسة القاهرة. اتعرفت على ميديكا سبيس اونلاين، يعني شفت الموقع بتاعهم ودخلت. وعامة الموقع مفيد جدا لأي حد في المجال الطبي. حضرت كذا ايفنت، ومن خلالهم ميديكا سبيس قدرت انها توفر لي سكولارشيب في المجال نفسه، يعني منحة الترا ساوند. حضرتها هنا مع باشمهندس اسامة حلمي، ما شاء الله يعني حاجة خبرة و قمة في الاحترام. تعرفت على باشمهندس محمد العجمي. طبعا بشكر كل الناس اللي كانت قائمة يعني على ميديكا سبيس. المجتمع محترم جدا، وحاجة سبيشاليزد يعني حاجة خاصة بالمجتمع الطبي فقط، فما فيش اي مشتتات ليا. يعني انا شيماء عبد الخالق، رابعة هندسة طبية حلوان. بحب اشكر ميديكا سبيس وباشمهندس مصطفى وباشمهندس اسامة حلمي على الفرصة الحلوة جدا للانترنشيب ديت. حقيقي استفدت جدا وتعلمت حاجات كتير عن الالترا ساوند بشكل عملي وبشكل تطبيقي، يعني بصراحة فقط التوقعات. أنا عبد الرحمن المسلماني من هندسة بنعة طبية. أنا كنت مسجل في موقع ميديكا سبيس، وكانوا هما بينزلوا يعني أصلا في كذا حاجة، اللي هو بيبقى فيه ناس اللي أنا أقدر أضيفهم، عامل نتورك وكده وترينينج جوبس. فكانوا أنا بتابعهم على طول، كانوا منزلين سكولارشيب، فجيت حضرتها كانت في الألترا ساوند. من محمد منصور، هندسة العاشر من رمضان، ليفل 4. انا حابب اشكر ميديكا سبيس طبعا، باشمهندس مصطفى والباشمهندس اسامه على الاستفاده الرائعه اللي احنا خدناها جهاز الالترا ساوند. عرفنا بعض الفيزيكال في الجهاز وحاجات كتيره احنا ما كناش ملمين بيها. باشمهندس محمد العجم طبعا جه فادنا في شويه حاجات بخصوص السيلز وبخصوص سوق العمل، هنعمل ايه بعد التخرج، المفروض نعمل ايه احنا طلبه، حاجات كده ضبطنا وصلنا الحمد لله قدرنا نعرفها، وده بفضل ميديكا سبيس طبعا. انا مش العطاء، هندسه العاشر من رمضان. كانت فرصة رائعة جدا ان احنا نحضر ايفنت بتاع ميديكا سبيس. بنشكر باشمهندس مصطفى جدا، بنشكر باشمهندس اسامة على المعلومات القيمة جدا اللي هو اداها لنا، ان احنا كطلاب في وقت زي ده محدش بيوصل كتير لكم المعلومات اللي احنا استفدناها منه. باشمهندس محمد العجمي اللي فادنا كتير بالاوبن ديسكشن اللي عملناها معاه، فادنا ازاي ان احنا نلاقي فرص شغل، فادنا ازاي ان احنا ننمي ايه في الوقت اللي احنا فيه كطلاب. انا حبيبة عمر، جامعة MTI، هندسة طبية رابعة. استفدت جدا في التريننج مع ميديكا سبيس، كانت فرصة عظيمة جدا. باشمهندس أسامة حد ذو علم وفاليو كبيرة جدا في الألترا ساوند، اتعلمنا فيها حاجات كتير. باشمهندس أسامة من الناس اللي بتدينا اكسبيرينس قوية جدا. نشكر باشمهندس مصطفى ان هو اتاح لنا الفرصة ان احنا نحضر تريننج في ميديكا سبيس، كانت تجربة عظيمة. أنا اسمي درغام، فرقة تالتة، هندسة منوف، جامعة المنوفية. وكنت حابب أشكر البشمهندس أسامة حلمي والبشمهندس مصطفى سلمان على التدريب الرائع دوت وعلى الشرح اللي قدموه، بجد كان شرح جميل. عبد الرحمن خالد، فرقة تالتة، هندسة منوف. حابب أشكر ميديكا سبيس على الكورس الجميل، والصراحة استفدنا كتير، يعني معلومات حلوة قوي. بشمهندس نادر أحمد، فرقة تالتة، هندسة منوف، جامعة المنوفية. بصراحة حابب أشكر ميديكا سبيس على الكورس عن الألترا ساوند لبشمهندس أسامة حلمي، بصراحة كان فادنا في حاجات كتيرة جدا، وأتمنى إن هو يتكرر تاني. أسلم ناجح، رابعة هندسة المنيا. بصراحه دي كانت اول مره حد يشرح لنا على الالترا ساوند، ولما تيجي من شخص متميز زي الباشمهندس اسامه فدي حاجه كبيره، وان انت تبقى موجود وبيديك محاضره عن الالترا ساوند فدي حاجه يعني الواحد بيتشرف بيها بصراحه. فطبعا شكرا لي وشكرا للميديكا سبيس على المجهود اللي بيعملوه. انا معتصم عادل من هندسه حلوان، حضرت السكولرشيب بتاع ميديكا سبيس واستفدت جدا من السكولرشيب دي، وعرفت معلومات كتير قوي عن الالترا ساوند، واهم شيء يعني عرفت الباشمهندس اسامه، والحمد لله عرفنا معلومات كتيره جدا عن الالترا ساوند. وفي الاخر خالص حصل اوبن ديسكشن مع باشمهندس محمد العجمي، وعرفنا كتير قوي عن المجال بتاعنا وعن مجالاتنا، فدي يعني يمكن اكتر الافادات اللي احنا استفدناها من السكولرشيب دي. انا محمد عادل من هندسه حلوان، بدرس بايوميديكال انجينيرنج فرقه الثالثه. انا كنت مع ميديكا سبيس هنا في الانترنشيب ديت، كانوا بيتكلموا عن الالترا ساوند مع باشمهندس اسامه حلمي. فعلا احنا استفدنا كتير جدا كفيزيكس، ما عرفناش بس الالترا ساوند كبرنسبل مثلا ولا كده، لا احنا اتكلمنا كفيزيكس وازاي تشوف مثلا الجهاز بوجهه نظر ثانيه غير انك انت مثلا بتتفرج عليه من بره او تعرف البرنسبل بتاعه بس. الحمد لله يعني احنا استفدنا كتير وعرفنا عن مجالات العمل والفيلدز والكاريرز زي مثلا السيلز، وعرفنا ازاي تبقى تعرف تكسب السكيلز ازاي بتاعت السيلز، وتعرف اكتر عن تبقى ابلكيشن
سيميليتور كويس، تعرف اكتر انك تبقى مينتيننس و هاو تو جيت ذيس سكيلز يعني ات اول. يعني كنت مبسوط قوي بالتجربه ديت، واتمنى ان احنا نحضر تاني ككونفرنس بقى او انترنشيب زي ديت تاني. انا محمد سمر من هندسه بنها، تقدمت في السكولر شيب بتاعت ميديكاسبيس، مفيده جدا، اتكلمت على الالترا ساوند، قدمها للبشمهندس اسامه حلمي، وده راجل خبرته كبيره، واستفدت كتير من خبرته وشرحه في مجال الالترا ساوند. كان في نقاش حوالين سوق العمل والمجالات اللي كانت فيه المهندس محمد العدمي، وده اتكلمنا عن سوق العمل وازاي نطور من نفسنا وازاي نرواتب سوق العمل. ونشكر باشمهندس مصطفى على السكولرشيب ديت، اتمنى يكون في سكولرشيب تانية تبع ميديكاسبيس، وشكرا.